حاجة لازم نعرفها، عملت بحث على عدد كبير من تلامذتي وعدد كبير من اللي يطلبوا مني الفتوى وعدد كبير من الناس اللي أنا بقابلهم، وجدت إن الناس بتعيش 6% بس من حياتها وبيعيشوا 94% من حياة الناس. فين الاستهلاك اللي بيحصل لحياة الناس دي؟ الاستهلاك بيحصل عشان إحنا مش حاطين قدامنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. المقارنة هلاك، المقارنة استهلاك. كل ما الإنسان بيقارن بينه وبين غيره كل ما بيحصل إنه بيستهلك قلبه، وأكتر حاجة بيستهلكها رؤيته لنعمة ربنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: بل الإنسان على نفسه بصير. عايز تعمى عن نعم الله اللي فيك اللي أنت ممكن تستثمرها وتوصل بيها إلى أعظم ما يمكن أن تحصله في الحياة لما تحقق قوله تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. قارن، المقارنة داء، المقارنة وباء، المقارنة نار، المقارنة في الحقيقة التفات عن نظر للغفار سبحانه وتعالى وإقرار ما أنزله في قلبك من الأنوار. عايز تتخلص من المقارنة اعمل 4 حاجات. أول حاجة، ركز على 80% من وقتك، ركز فيه على الحاجات اللي أنت شاطر فيها، لأن قيمة المرء بما يحسنه زي ما قال الإمام علي، وكمان إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ركز 80% من الوقت يعني حطهم في الأشياء اللي أنت بتتقنها. تاني حاجة، قلل من الطلب وكتر من البحث، يعني بدل ما تطلب من حد حاجة ابحث الأول، ولما تعجز ابقى روح اطلب من الناس. الحاجة التالتة، كتر من الأعمال وقلل من الكلام، لأن الكلام في الغالب: وهل يكب الناس على مناخيرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. كل ما تقلل من الكلام وتكتر من العمل إلا حاصل تبقى محل نظر الله سبحانه وتعالى. وآخر حاجة لازم تعملها عشان ما تقارنش، أعرف إن الحياة أوسع بكتير من الشكل الضيق اللي أنت شايف. المقارنة تضيق النظر، وضيق الرزق من قصر النظر، فوسع مشهدك تنال مسعدك.